السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا الفيديو تحدي جديد مع الشباب. راح يكون دارك سولز ريماستر، تحدي الأرواح. تحدي الأرواح سماه عمران، اللي هو تحديدا اللي بيصير عمران هو أن كل واحد بيحاول يجمع أكثر عدد أرواح يقدر قبل لا يموت وبدون ما يستخدم أي هيلينج. إيه؟ ما في تعالج نفسك، يعني تسوي زي كذا من البداية أول ما تبدأ الجيم. خلص تقرشي تقرشي يا حظ والله قد يشرب، وإحنا صايمين هنا خلاص عين ما عندي ولا شيء. فغين نبدا، خلي عمران يبدا. يلا ما في قوانين ثانيه، يعني مدينا اخش عند زعيم اخذ منه 10000، ما يهم، خذ اللي تبغى. اهم شيء ما تموت، اهم شيء ما تهير. ما عندي شوف صفر، اسمع، ولا استخدم بونفاير ولا تغير اسلحه زي ما هي، ولا مدينا اشيل اللي موجود، ما تسوي شيء كذا. نفس ما انت اسلحه ما مدينا غير كذا، مفصخ تقعد خاتم مفصخ، ما تاخذ امر قوي. يا هذه وضعها شويه سيء، لان احنا نحس بايه اللي ينقذ، شنو متعود على جود اوف وور. وفر التصريفات، لا تاخذ الروح هذه. بس خلاص هبل علينا يا اخي، مزعج ذا. واو والله يعولك، هو يشرب قدام عينك بعد، قدام عينك. وش الفضة ذا؟ ما احنا متعودين على هذا. والله يا فاطر هيك العظمي. طيب استنى تحت خلاص اهجد. يا الله يا قلق هذا القلق حق النار الحين هو هذا. ولع فيا تاهل. وي يسار، طبوا عليه ثلاثة. ولع في وجهي، قتل خويانه مشكلة عادي. السولز لك. اي والله صادق والله، بس دمجني. او هنا خبر في واحد يطلع. لا هذا السم بالخلف. لا مكانك مقفل، انتبه. اي عشان كذا نقصت على قدام، سويت زي كذا عشان لا يصقع جدار. اعرف الدراج اللي فيه يصقع جدار. شوف كيف اندد، مدري ايش ضربتين كلها قويه. وي 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 عيو 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 عيو، صلوا على النبي. شفت يستقبل هيا كويس. لسه حركات دارك سول لسه موجوده. ايه هذا كريه بشكل الحين بيجوك الزحمه. ابا لحقت عليك يا كلبه، امشي انا اطلع برا، انت كمان. والله كم وصلت انا؟ 600 وحاجه. 600 والله اني فنان. جات من وراك باقي. اطا فك الصد. اطا اوه في قبايل. استنى يا راجل، يا عيال اهدوا عيال. تراجع فاطر يقول لك فاطر. اوكي هذا قتلته. اوكي استلم الثاني. خلاص يا قلق قروشتني. الله كانت شوي والله، كم وصلت والله. الله يستر، دمروني في المنطقه يا اخي. اللعبه هذه تعتمد على الصد، وبلاد بورن يعتمد على الهجوم والتفادي. والتفادي بالضبط، كلم تفادي فيهم. هذا سلاب على طول تذبح. ايوه اوكي هذا في اثنين ذوليك. اي هذوليك فلوسهم كثير، عندهم فلوس كثير، بس انت به بيحرقون. ليه ما يحرقون؟ لا ما يحرقون ذولي. هذا البايك. اي صح، لا تغشش يا فهد، لا تعلم ايش بيصير بعد شوي. نسى، هو نسى. بس. اوكي. ما في، ما تجي وراه. يا شيخ خلاص، روقنا يا شيخ خلاص، قرشتنا. اي والله. لا تشرب قدامي كذا وانت صايم. وين سحبته معاك؟ يجي معي تحت عشان يساعدني. الجدار. ايوه يا سلام، ما ادري اذا في احد هنا. والله ما اضمن، اتذكر انه في واحد من الفحول هنا موجودين. واو والله اندمرت، ما ادري ليش نزلت عنده مشكله ب 20. فقير صح؟ هو فوق مسكين، ما عنده غير سروال حقه اللابسه ترى. مرة فقير، بس دمشت نفسي على الفاضي. ليه ما رقيت فوق؟ حرجع لنفس مكاني من البداية، حرجع فاهم زي الاختصار. في هذا البيع الغشاش، اذبحه ترى يعطيك صوت. والله انا خايف يقوم علي يفرشني. لا ما عليك، انت قوم منها الا يفرش ذا. لا تفقع. ما بي والله بلا مرجلة. لا الله شوف طير اللي تحتي. دورك انت يا فهد، اذبحه. اذبح انت. والله قام عصب علي اصلا، حتقابل على طول. عيونكم بذبحه. ما عليكم،
هاجم عليه. هذا المكان كريه. الناس يبوني اروح حتى مرة كريه. لا 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 راح عمران لا ضيع وقته بنلعب. طيب 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 خليه يجي بس ما في رجعة. ما قارون ما ترجع ورا. مو ما ما في مو روح يلا اخلص علينا. لا يا رب 1264 ما تشيل فلوس. صعبة ممنوع. اي ممنوع عادي يشيل الفلوس. اشرب علاجاتك اشرب اشرب قربع الحين نتاكد انك فاضي. اذا استخدمها بص اللعب نخسره على طول. اي والله صح خليه مع الربشه. ايوه صح صح عليك. قلق 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 قمطت. ها يا عمي بعد اخاف اشرب بالغلط. يلا ليتني سكت. يلا يا شباب اروح طريق رجال. تخيل يعطيك الواحد 1000 يعطيك اكثر. هنا يلا كل واحد استراتيجيته يعني. يلا يلا شوف 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 انا اصلا بديت دارك سورز عمران بديت من الطريق اوسخ طريق مره بادي عكس. يا سلام يا سلام عادي عادي بدك ترجع. كيفه كيفه لا ارجع ارجع لا امشي افرشو افرشو افرشو. سجل سجل صفر سجل صفر. انا بعد سجل صفر راح راح عليك متحسبين جدا. بعد 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 لا تخاف انا استراتيجيتي ماني رايح مسار عمران. عندي شيء جديد بتشوفه الحين. يا ابوي عندهم بلودي اول شيء الاسلحه حقتهم فيها بلود. جميل. وش في بلاد؟ قصدي يعني نزيف يسوي لك نزيف. النزيف النزيف ايش؟ شفر واحد حلال عليك. مستغني حلال عليك الصفر من جدك يا ابوي. هذول عيال نيتو هذول مو مصاحين. يلا يلا اوه والله ذكي. يس هذاك واحد كبير ترى. زنبكتو اخذ. مو زنبكتو ايش؟ زواي هاندر زنبكتو. بس ممنوع اصلا. لا مو ممنوع ما قلنا الا في ايتمز ينحسب ايتم ذا قلنا. لا مو هاوش معاهم. لا ارجع ارجع قلنا ما قلنا السولز هذه الايتمز عادي ما في ايتم يستخدم. قلنا اسلحه على الذكر. يس ما قلنا ايتم. لا ما قلنا نرجع ما قلنا ما قلنا ايه ما قلنا لازم بستخدمها انا يعني هذه اسمها استراتيجيه. لارج تستخدم تفوز محمد يعطيك اللارج. وينه عندك حبه لارج بس هذه؟ لا اخذت اثنين. لا لا اخذت ايتمين والله. السيف الثاني سيف كان اي سيف احرف بعد. خدت ايتمين ما عرفت اني خدت ايتمين ما وصل. اوكي سلاح مو ايتم 400. يلا ما فزت. يلا انبسط يلا حمد حالك معاك ان شاء الله يحشرونك هذول هناك. لا الحين تلعب عادي تفوز على عمران. شو تسوي يا ورع؟ يلا ادور على اي زله. انت بنت محمد خش عليه يا عيال. لا ما في. ايوه افرش ضربت ضربت افرشوا يا عيال. يا عيال ايش قاعد تسوون؟ خليت عبر السمنة حق محمد. لا تدور لا تسوي هذه تخلص السمنة. نسيت يا عيال لا تسيبوه. روح اضغط. لا اصبر. اي 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 خش فيه زيادة. عطى ايوه كف. يا عيال بيوصل عندي. لسه لسه يا زلايب اقتلوه. في واحد يرمي شيء. في سول هنا ولا ايش ذا؟ اي والله صح. كف هو السول حقك. ما به ما به. طيب انت من الحيوان يا ابني. هذا انا خايف منه. روح له روح له فوق. روح له ولا ترفع الدرع عشان ما يسقع فيك النار. لا ارفع الدرع مالك منه. اي اكيد. لا اذا صقع بالدرع يولع زياده يصير حار الحديد اللي يحرق قده. بالله فيزياء موجوده في دارك سولز عندنا. ربج ربج ربج. يلا حمد ورا. ربج ربج ربج. بدالي تحت. ربج. بيجيني. رافع الصدام على فوق. شوف كيف نزل زي سوبرمان كذا. هوي. انت بالفاس حقه. هوي. عطى 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 من ورا. يا اخي خليك رجال واجههم وجه لوجه. جيهم من ورا. تب 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 انت قاعد تفحط. اشوف انت كذا انت قاعد تفحط جنب واحد. اوف والله نشرتك انت صفر مع الرجال. حط صوره الرجال هنا. حط شنب. بحط لك بتس... اوكي شنب يلا. حط شنب بيشوف شنب. وجه وشنب. سامة شنب. ابو كذا شنب يوقف عليه صقر عمران. اوكي اوكي رفع صقر. رفع يلا باقي لنا 400 على رقم عمران. يلا 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 هذا هو انتفاض. شفت الصقر؟ ايوه هذا هو الصقر. هذا شنبك. وري الناس. ايه شايف؟ شوف شوف هذا انا والشنب حقي والصقر. هذا فهد هذا الصقر هذا شنبه كذا بالضبط. هذا عماته رجال طريق رجال. اصلا السارد يعني مات محمد ولا لسه؟ لا ما يموت ما ادري عليك. تعليمات وصل 800 لسه باقي لك كثير محمد. انت محمد فزت فزت محمد خلاص عندك تموت. ما فزت. حلو ايش اللي فزت؟ فزت 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 لسه باقي. كمل كمل كمل. خذ محمد الكنسول هذا. لا لا مو بصول مو بصول يا شيخ مو بصول. اوه هلو هل منت مفقع مكسر ومشكشك من جميع الجوانب؟ خليه يضرب صد. روح ضربه. لا 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 كفو. روح روح لا
سيب الرجال معاه قاعد يتشعبط فيه. يجيبون واحد يجيك واحد من ورا احمد انتبه شباب. يلا يلا ايش السهم ولا سكينه ذا ماني فاهم. ايوه اضرب 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 حلو حلو. لا يا عيال شد عليه 60 كويس كويس 60 يعني حسب والله باقي اثنين يبي لك سته لحظه كيف باقي لك 10 10 10 جا جا واحد جا واحد جا 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 تعال 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 جا 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 تعال في منتو هنا ايوه عمران مضبطين له منتو ايوه سلعوا ايوه افرش فيه دقوا ارجع دق الحديد وحاول يا ولد اضربه اضربه كفو كفو كم سويت يلا هانت 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 توك سويت شيء كم رقمك 264 باقي له 104 بجيب بجيب باقي له 104 عندي المشكله ترى لا ترى ضرب 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 علق على الصد ومشي ما يصد ترى السكينه خلاص 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 انتهت يا عمران لا ما خسارتك بحب يا رمه فاز فاز محمد خلاص السلم الاثنين ذوليك حمد ايوان ذوليك الاثنين اروح تحت اضرب البياع تحت ولا هناك روح لا البياع البياع اضرب اثنين مع البياع عشان اثبت علوك تعبي على كف شلون تجي وراه تجي وراه شايف كيف يا ولد ايش هذا لا لا كيف اللي فك الدرع اللي فك الدرع اللي فك الدرع ارتو هذه ها والله قاعد يتفلسفون وما يعرفون يلعبون دارك سول والله قله ادب يقول لك ارتو اللي فك الدرع التو لا محمد لازم يطقك اول كاونتر ايش الفوضى دي قدام ار 1 مع بعض اي اي افرشوا ام افرشوه يا عيال دقوا راسه دق دقوه هذا 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 حطه فيه بقى واحد مو مهطف رجال هذولي تعال ورا تعال ورا رجال ام انكسر والله القلم انكسر راح ورا القلم انكسر اسوي زي عمران الدوران اي بس انت لا وقف هو يضرب بعد بس بسيطه حط ار 1 وقدام مع بعض مع بعض مع بعض ضربت على ورا مع بعض كده دفهم كده طع كده يلا ار 1 لا ار 1 ار 1 مو ال 1 ار 1 وقدام مع بعض مع بعض مع بعض ما نحتاج بتعليماتك شكرا هنا اول قاعد تقول كيف ارفس لا مالك ما يبي روح روح الحين روح افقع وجه البيان بروح له وين دلني عليه دلني عليه تحت هنا اجلد الجلد محمد انا بقول كلام من خارج السكريبت يتذكرني كل الاجزاء محمد بدك تذبح اوف والله بدك تذبح جليد والله جليد واحد الساموراي روح يا كفو روح يا كفو والله قوي والله روح روح احمد روح ما عليك هي روح احمد لحظه روح ارنعوا يس اوف ها ها رجال 50 50 صول اما 50 الفقري اما 50 خلي محمد يلبس قبعة يا عيال يا عيال شدوا حيلكم صح من اول زلاي بيقتلونك زلاي طبعا عمران الاول محمد محمد الاول الثاني انا مع الشنب حقي محمد والله المفروض تصير الثاني صح؟ ايه؟ صح؟ لان كنت شجاع اكثر منه بالضبط انا الثاني ايه؟ يعني ايش التحديات الخايسه ذي حقتكم كل شيء تعلفون قانون عمران حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعه اوكي يعطيكم العافيه على المتابعه يا شباب هذا كان تحدي دارك سولز ريماسترز النسخه الجديده من دارك سولز محسنه ايه. عشان الاجهزه الجديده لعبه ما تتفوز اصلا لعبه اسطوريه ولا عمان. انا بالنسبه لي تعتبر ثالث اعظم لعبه لعبتها في حياتي يا رجل والله جد والله شيء دارك سولز لا تستاهل من جد 60 اطار بعد اي 60 اطار هذا اهم شيء نعم يعطيكم العافيه ان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم لا تنسون يا شباب لايك لانكم رهيبين اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس اذا ما كنتم فاعلينه مع السلامه